انا الان يا جماعه عني كل صفحات الاهلاويه وكل الناس، بما اننا لسان الجمهور، بيقول لك الناس في غليان. يعني النهارده ما اعرفش، يعني احنا لسان حالكم. انا على الهوا معاكم الاستاذ احمد السيد، طلبا مداخله سريعا، لان يعني يمكن كان من المفترض نروح لها على حمام، ولكن سنذهب الى النادي الاهلي، لان الاستاذ احمد السيد طلب المداخله وبيقول ان في غليان في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي سيرد رسميا على الكلام ده، لانه كمان بيقول ان في ازمه عاملها موسيماني. ما اعرفش انا، يعني خلينا اقول ان انا مش فاهم، لان انا على الهوا، والاستاذ احمد السيد طلب المداخله لامر عاجل. يعني بيقول لك طلب المداخله لامر عاجل، وان في غضب في النادي الاهلي، وربما يكون هناك رد رسمي، لان زي ما بعت لي احمد بيقول لك كلام غير مبرر في غير وقته بلا ادله ومستندات. يعني يبدو ان الاخوه في اون شايفين ان الاهلي ما ينفعش انه يبقى مستقر، او ربما يكون توجه يا جماعه عايزين نسعى لان احنا ننشر ان الاهلي في خراب زي ما الزمالك في خراب. يعني ربما يظن احد ان ده شيء من العدل، فعادي احنا هنشتغل. يعني ما انا ما جاليش توجيه، يعني لو جالي توجيه ممكن الف عادي، مفيش مشكله عندي، يعني ممكن بس ادوني فرصه، ممكن يقولوا يا جماعه عبد الناصر عايزين نالف، اقعد بس الف، يعني اقعد الف شويه، اشوف مثلا مين اللي النهارده اتغدى متاخر واعمل ازمه بسبب الغدا، واشوف مين اللي مش عارف عمل ايه في ايه، ويعني يعني مش فاهم والله، ما فاهم مش فاهم. ولكن خلينا نروح لصاحب الملف الاستاذ احمد السيد، طلب المداخله وبيقول في غليان، وربما يكون هناك رد رسمي من النادي الاهلي. تفضل. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل متابعينك المحترمين في كل مكان، ودايما بسعد وبتشرف ان يكون موجود معاك. اتفضل يا استاذ احمد، ماذا لديك في هذا الملف؟ خلينا نبدا بالتحديد بردود افعال جماهير النادي الاهلي. يعني بمنتهى الامانه حاله الغليان اللي على السوشيال ميديا، دايما دايما احنا بنحاول نعرض للناس كل الحقيقه بمنتهى الامانه. يبدو ان، مش عايز اقول هناك توجه، او يبدو ان هناك حاله من، برضو مش عايز اقول سكريبتات واجندات، لان ده كل الناس ما بتقوله بمنتهى الامانه، ولكن دايما ان انت تحاول بس السم في العسل، او انك تحاول ان طالما هناك مشاكل فيها الزمالك يبقى احاول ان انا كده ايه احط شويه حاجات سبايسي في النادي الاهلي، علشان ابدا بدون ما اهاجم او بدون ما اخرج عن النص او بدون ما اعمل مشكله، ان انا ابدا احط شويه تلميحات. ده امر مرفوض تماما بمنتهى الامانه، ولكن للاسف البعض بيعمله، سواء اعلام مرئي سواء اعلام مكتوب، ويمكن احنا دورنا ان احنا نوضح للناس الحقيقه. وياما قلنا يعني صحف كبرى بتكتب على جرايدها وبتكتب في مواقعها اخبار مغلوطه عن النادي الاهلي، بنطلع نقول بمنتهى الامانه ايه الصح ايه اللي مش صح، فده بمنتهى الامانه لازم احنا نوضحه. فمن ضمن الامور برضو الاستاذ المحترم ابراهيم فايق، يمكن الراجل اتكلم في امور كتيره عن النادي الاهلي. وجهه نظري ان انا مستغرب شويه من التوقيت، مستغرب شويه من طريقه الكلام، مستغرب شويه من مش عايز اقول خروج عن النص، لان ما فيش خروج عن النص، برضو خلينا نحط الامور في نصابها الطبيعي او في نصابها القانوني. هو الراجل اتكلم شويه وقال ان في حاله غضب من محمد محمود نتيجه استبعاده من مباراه السوبر الافريقي، وهنا بمنتهى الامانه انا مستغرب، يعني محمد محمود مستبعد من حوالي يومين من قائمه المباراه، وانت بقيلك 48 ساعه والنادي الاهلي عنده مباراه مهمه امام طلائع الجيش، وفي حاله من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق. لما اجي اتكلم دلوقتي واقول ان محمد محمود عنده حاله من الحزن او حاله من الغضب، طب مبدئيا خلينا نقول هذا الخبر عالي تماما من الصحه، محمد محمود ما فيش اي مشكله معاه، محمد محمود يعلم انه راجع من اصابه طويله، محمد محمود يعني اكيد اكيد كان يعلم
انه مش هيبقى داخل في قائمه مباراه مهمه زي دي ولسه راجع من اصابه، هيبدا الدفع بيه في مباريات الدوري رويدا رويدا ويبدا ياخد شويه بشويه. ففكره ان انا اقول دلوقتي ان في ازمه وان في راجل حزين وان راجل عنده مشكله وان راجل مش عارف ايه، حتى من وجهه نظري كان في يعني استضافه لوالتر بواليا، والتر بواليا اتكلم بمنتهى الامانه واتكلم عن انه ما كانش موفق في النادي الاهلي وانه يمكن ما كانش فاهم طبيعه النادي الاهلي بشويه. قد يكون ان الحوار بيروح في حته ان انا اطلع من والتر بواليا هجوم على موسيماني او هجوم على مسؤول النادي الاهلي او الله اعلم، مش عايز ادخل في النوايا، ولكن فكره ان انا احط السم في العسل مش حلوه. لكن والتر بواليا اتكلم بمنتهى الامانه واتكلم بشياكه عن النادي الاهلي، ولا كان طبيعي ان انا لبي نداء النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، بيتكلم عن قيمه انتماء وتواجده في النادي الاهلي وطموحاته وامنياته يرجع من جديد. اعتقد دي حاجه محترمه جدا. فكره برضو ان انا ابدا المح، ودي من ضمن الحاجات اللي اتقالت برضو النهارده، موسيماني عنده عروض كتيره، موسيماني جاله عروض كتيره ورفض البعض منها ورفضها ومركز مع النادي الاهلي. طب ما موسيماني طول عمره بيجي له عروض، هو انا لازم قبل المباراه 48 ساعه اقول ان موسيماني عنده عروض او موسيماني رافض العروض او موسيماني جاي له عروض بارقام ماليه كبيره او 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 او. ففكره اختيار التوقيت رغم ان انا يعني ممكن اقول من 10 ايام ان موسيماني عنده عروض وممكن اقول كمان 10 ايام ان موسيماني عنده عروض، يعني العروض موجوده بتخلص مع مدير فني ينتمي للنادي الاهلي. فكره اختيار التوقيت، فكره الطريقه في الالقاء، يعني ربما نتفق نختلف عليه، احنا هنا بنتكلم بمنتهى الامانه والاحترام، ولكن خليني برضو انا ضد بعض الناس اللي خرجت شويه الموضوع عن نصابها القانوني وانه بيهاجم وانه بيعمل وان وان وان. لا، مفيش خروج عن النص، اه بمنتهى الامانه مفيش تعدي، مفيش، ولكن اختلاف في وجهات النظر اه طبعا نختلف تماما. ما ينفعش بالتوقيت ده اتكلم بالمنظر ده. طب ما احنا عندنا مشاكل في نادي الزمالك ده تعمل حلقات وحلقات، وهنا برضو انا مش بصدر او مش بوجه الاعلام، لكن زي ما انت بتقول هنا ما تقول هنا، زي ما بتفرد مساحه هنا افرد مساحه هنا، وان كان حتى هنا ما فيش معلومه. يعني لما اقول لك محمد محمود حزين، لا مش حزين، لكن فيك. طب ما قلناش ليه ان يعني في حاله من التركيز ده في معسكر النادي الاهلي؟ ما قلناش ليه ان الكابتن محمود الخطيب كان مساند المران وكان موجود وبيأزر اللعيبه وروح المعنويه كويسه جدا؟ ليه؟ يعني في حاجات كتير ممكن تتقال، ولكن نتفق او نختلف. يعني انا شايف في حاله من الحزن من جماهير النادي الاهلي لازم ان انا انقلها بمنتهى الامانه، ان بعض القنوات الفضائيه، بعض الاعلاميين بيحاولوا فكره دس السم في العسل. وهنا انا بقول ما قلتش ولا اسم قناه ولا قلت اسم ايه مذيع، انا بقول بمنتهى الامانه ان دي حاله من الغضب عند جماهير النادي الاهلي، لان البعض للاسف بيحاول يستخدم سياسه دس السم في العسل ان يحاول يختلق مشاكل في النادي الاهلي، وده امر مرفوض تماما، مرفوض تماما، مرفوض تماما من قبل جماهير النادي الاهلي، لان زي ما جماهير النادي الاهلي هي اللي بتعمل المشاهدات وهي اللي بتعمل المتابعات، في يوم وليله هي ممكن تبعد تماما عن مشاهده تلك القناه او عن هذا الاعلامي بمنتهى الامانه. يعني هو انا بشكرك على الحديث باحترام وبموضوعيه علشان برضه ندي كل الاطراف حقها. اذا يا جماعه علشان احنا كنا على الهوا مع بعض، وللمغتربين والالاف اللي بيتابعونا في كل مكان في العالم، الموضوع لم يكن فيه تجاوز وانما فيه غضب من اخبار راها البعض انها ليست في وقتها، لان ما نقدرش نحكم على مدى كذبها من عدمه، لان دي مسؤوليه البرنامج واعداد البرنامج، واحنا ناس بنحترم الزملاء. والاستاذ احمد السيد يمكن طلب المداخله للتوضيح بعد ان اصبح الموضوع يعني ملء السمع والبصر واصبح حديث الناس. طب هل سيكون هناك رد رسمي من النادي الاهلي يعني او من اللجنه الاعلاميه او قصدي من المركز الاعلامي في النادي الاهلي على توضيح بعض هذه الامور، خصوصا ان بيقولوا لي نادر شوقي دخل وقال ان محمد محمود عنده مجموعه من العروض وفي تلويح انه عايز يمشي؟ لا لا، خلينا نقول بمنتهى الامانه، يعني بس من حته متابعه النادي الاهلي، اه الاهلي بيتابع دايما كل ما يقال عنه في وسائل الاعلام، وثق تماما ان اي حاله او اي خروج عن النص النادي الاهلي يكون ليه رد فعل واضح ورابع بمنتهى الامانه. يعني وفي نفس الوقت بس ما يقال عن ازمه محمد محمود ده امر يعني غير صحيح تماما، لان الناس
يعني مع استبعاد لاعب من المباراه مش هتبقى ازمه. لكن الناس لحم يعني مش عارف، انا بستغرب برضو فكره استبعاد لاعب من المباراه، هل دي هتبقى ماده حلوه ان الناس تعمل عليها ازمه مشكله؟ انا مستغرب بصراحه. محمد محمود راجع من اصابه طويله، كان عنده اكتر من عرض، طب ما دي حقيقه وكلنا عارفين، وكان عنده اكتر من عرض اعاره وبرضه هذا الامر حقيقي، ولكن ما فيش ازمه في هذا الشق تماما بمنتهى الامانه يعني.